وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي على مشروع قانون الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايك برودكشن بي في، وذلك للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية بمنحة توقيع تقدر بمليون ومائة وخمسين ألف دولار وحد أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 17 مليون دولار.